بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلاب، إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الثاني من الفصل الخامس لمقرر نظم بالمعالج الدقيق. في الجزء ده يا جماعة نتكلم عن موضوع اسمه Z80 and Memory Connection. شوف مع بعض، بنقول في Z80 في عندي السي بي يو 16 بت أدرس باص، يعني تقدر تتحكم في 16 بت أدرس باص. طيب هذا معناه إنها ممكن تخدم 64 كيلو ميموري لوكيشنز، يعني تعمل اكسس ل 64 كيلو ميموري لوكيشنز. طب جت ازاي دي يا جماعه؟ احنا عارفين طبعا ان ال 64 دول عباره عن ايه؟ 2 اس 16 مش كده؟ اذا عن طريق 16 بت ادرس باص، ادرس اللي ايه؟ يقدر يخدم 64 كيلو ميموري. طيب برضو من خصائص السي بي يو انها 8 بت داتا باص، اذا ممكن تخدم كام بت داتا؟ 8 بت داتا مش كده؟ ويتس. جميل، اذا ممكن نقول بقى ان الميموري بتاعتنا اهي اللي ممكن نخدمها عن طريق الزد 80 عباره عن لوكيشنز، عدد من اللوكيشنز او المواقع هنا شايفينها عددها بالطول زي ما انت شايف 64 كيلو اللي هي 2 اس 16، والويتس نفسه العرض نفسه كام بت؟ 8 بت. جميل، طيب عاده بيبقى الكونكشن بيتم ازاي؟ بيقول لك الكونكشن بيتم عن طريق داتا تو داتا، ادرس تو ادرس، ها رايت تو رايت او ريد تو ريد. يعني الكونكشنز الاطراف اللي هي داتا ترتبط بالداتا الايه؟ الاخرى. يعني الداتا اللي عند السي بي يو ترتبط بالداتا اللي عند الميموري، الادرس اللي عند السي بي يو يرتبط بالادرس اللي عند الميموري، الرايت يرتبط بالرايت والريد يرتبط بالريد. تعال نشوف مثال كده. شايفين يا جماعه ده اللي احنا فرضينه ان هو ده ايه؟ زد 80 السي بي يو بتاعته. والسي بي يو احنا اتفقنا ان هي ممكن تخدمك، تخدم الميموري في ايه؟ ان هي توفر له 16 بت ادرس، 16 بت ادرس دي من اي 0 حتى اي 15، و8 بت داتا اللي هي من دي 0 حتى دي 7. واحنا اتفقنا الداتا مرتبطه بالداتا، الادرس مرتبط بالادرس، والايه ها والريد مرتبط بالريد، والرايت مرتبط بالرايت مش كده؟ طيب بيقول لك ايه؟ ناخد مثال، لو كان الرام او الميموري اللي احنا بنتعامل معاها فول سايز 64 كيلو بت. 64 كيلو معناها كام بت ادرس؟ ايوه صح، برافو عليك، 16 بت، يعني من اي 0 حتى اي 15. طيب ونقدر ايه ندي داتا قد ايه؟ احنا لسه متفقين دلوقتي من دي 0 حتى دي 7، يعني 8 بت ادرس، 8 بت ها داتا مش كده؟ يبقى احنا بنتكلم مع بعض دلوقتي بنقول ايه؟ بنقول ان احنا نقدر نخدم الايه ها الميموري عن طريق السي بي يو زد 80، ونقول ان احنا هنديها كام؟ 16 بت ادرس و8 بت داتا. تمام، طيب تعالى نشوف مع بعض بقى ميموري اقل من الحجم ده شويه. يعني بفرض ان الميموري عندك حجمها اقل، يعني 32 كيلو بت بس. طب في الحاله 32 كيلو بت يا جماعه يبقى احنا عايزين كام بت ادرس نخدمها بيها؟ شوف معايا، ال 32 كيلو هيساوي 2 اس كام؟ اس 15 صح؟ مش كده؟ يبقى احنا محتاجين كام بت ادرس؟ محتاجين 15 بت ادرس بس. 15 ها بت ادرس. جميل. مش كده؟ محتاجين كام بت ادرس؟ 15 بت ادرس. يعني محتاجين من اي 0 حتى اي 14، نقدر نخدمها من اي 0 حتى اي 14. اذا الكونكشن هيتم ما بينها وبين الزد 80 سي بي يو عن طريق كام بت ادرس؟ 16. ها بدل ما يكون 16 يبقوا كام؟ 15 بت ادرس فقط. والداتا هتفضل زي ما هي يا جماعه، من دي 0 حتى دي كام؟ ها دي 7، يعني الداتا مش هتتغير، برضه هنخدمها ب 8 بت ادر، ب 8 بت داتا. وايه كمان يا جماعه؟ ها 15 بت ادرس. وطبعا زي ما احنا اتفقنا قبل كده الداتا هترتبط بالداتا، والادرس هيرتبط بالادرس، والريد مع الريد، والرايت مع الرايت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.